My name is Walter White, and I'm a mess cook. And for 10 years, I had the best meth in Alabama. والتر وايت الحقيقي كان مجرم من ولاية ألباما، وكان معروف بتهريب الكوكايين والميثلامين. المفارقة اسمه نفس اسم البطل تبع مسلسل Breaking Bad. Now, say my name. بس الفرق انه كان مجرم من البداية، وما كان بحاجة مرض السرطان لحتى يصير مجرم خطير. مثل والتر اللي بالمسلسل، والتر الحقيقي كمان بلش حياته بهدوء، الفرق انه بلش بيع المخدرات على الخفيف من البداية. لا كان لا معلم كيمياء ولا عنده شغف علمي ابدا. كان شغفه الوحيد هو الربح السريع وجمع المال بأي طريقة. هلأ كان شريكه يلي اسمه سامي غارسيا، يلي طبعا كان أقرب لشخصية جيسي بينكمان يلي كلنا منعرفه، لكن سامي ما كان عنده لا كاريزما ولا كان عنده نوبات تمرد. سامي كان الشخص يلي بينفذ أوامر والتر وايت الحقيقي بدون أي أسئلة، يمكن لأنه كان بيعرف أنه السؤال الوحيد اللي ممكن ينسأل لوالتر وايت الحقيقي هو شو الخطوة الجاي. والتر الحقيقي صار رئيس شبكة مخدرات ضخمة، طبعا وهذا بسبب ذكائه وتخطيطه المفرطين، ومع سامي كان يوزعوا المثلمين بكميات ضخمة جدا. الفرق عن المسلسل انه والتر الحقيقي ما كان عنده مختبر سري تحت الارض ولا كان عنده كوستافو فرانك، يعني لا كان في لا سندويشات لحمة ولا سندويشات شاورما دجاج، كان كل شيء بسيط لكن خطير جدا. طبعا لما سألوا والتر وايت الحقيقي المثلمين كان لونه أزرق مثل ما كانت موجودة بالمسلسل، وجوابه كان طبعا Was your meth blue? Oh, no, it's just white. هو كان قادر يلونه بس ما كان في داعي، الكل بيعرف انه لون المثلمين كان ابيض. وطبعا مثل والتر يلي كان بالمسلسل، والتر الحقيقي كان عايش حياة مزدوجة قدام الناس، كان شخص مهذب جدا، لكن على الخفا كان عم يدير اكبر شبكة مخدرات بهديك المنطقة. والطريف مثل بالمسلسل كانوا يوصفوه لوالتر الحقيقي بأحلى زلمة بالحارة، يلي كان يلعب دور المحقق هانك، بالحقيقة كان اسمه المحقق مايكل ميهان من الـ DAA. طبعا ما كانوا من عائلة واحدة مثل ما بالمسلسل. طبعا الجدير بالذكر انه والتر وايت الحقيقي كان شخص جدا حذر وجدا جدا ذكي، وظل اكثر من 7 سنين عم يشتغل بالخفا بدون ما ينمسك. وطبعا والتر وايت الحقيقي اشتغل اكثر من 10 سنين لحد ما انمسك. بسنة 2008 تم القبض على والتر وايت بعملية كبيرة جدا، وطبعا لما انقبضوا عليه وجدوا كميات كبيرة من المثلمين ومن المخدرات، وكان موجود معه سامي. طبعا وجه التشابه بين القصة الحقيقية وبين المسلسل غريبة جدا جدا، خصوصا انه اعتقال والتر وايت الحقيقي كان بالتزامن مع عرض مسلسل Breaking Bad. طبعا والتر الحقيقي انتهى بالسجن، اما والتر يلي كان بالقصة صار أسطورة عالمية. الأول صار نكتة بعالم الجريمة بعد ما كان عبقري، والثاني صار أسطورة بعد انتهاء المسلسل. تحياتنا للمسلسل العبقري Breaking Bad، وتحياتنا لألباما.